صوت مجلس النواب على رفض الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان إجراءه نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي أغضب النواب الكرد ودفعهم إلى الانسحاب من جلسة التصويت. وقال مراسلنا في مجلس النواب إن البرلمان ألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كل التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل العالقة بين بغداد والإقليم، مضيفا أن رئيس البرلمان أكد أن الدستور ألزم أعضاء المجلس بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله، وحدد الحالات التي يستفتى من شأنها، واستفتاء كردستان ليس من بينها، إضافة إلى أن إقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء يخالف الدستور أيضاً.